المولودية ومسعود فريقك راه يبدو عليه التأثر من الناحية البدنية بسبب المباريات الكثيرة التي لعبها، رد فعله لم يكن قويا، مرفوعة الركنية من شنوفي وتدخل منير زغدود والدفاع عن طريق العربي بو عمران، تبقى عنده الكرة بالراس ما فيش وضع تسلل. وصيادة بالخير وصيادة بالخير، الضربة القاضية ما كانش فيه وضعية تسلل، خطأ فادح جدا على مستوى دفاع فريق اتحاد العاصمة في المراقبة. جاب الخير، نعم نعم جاب الخير، انتظر كثيرا وضيع الضربة القاضية لفريق مولودية العاصمة في الدقيقة 24 من عمر الشوط الأول. نقطة التحول ربما في هذه المباراة، إذا كان المولودية ما استقبلش هدف في الدقائق القليلة القادمة هذا يعني أنه خرج سالم من هذه المباراة بعد تضيع هذه الفرصة الكبيرة لجبل خير. الله لا واش ضيع جبل خير، تذكر بأنه ما كانش في وضعية التسلل لأنه تماما. نعم ما كانش في وضعية التسلل، خدا كامل وقته كامل وقته، ولكن خبرة هشام زاير وقوته وقامته سمحت له بصد هذه الكرة وتجنيب فريق اتحاد العاصمة. جاء من الآخر. أي ماذا يعني هذا يا نور الدين؟ عبد الوهاب راه يحذر فيكم، يقول لك راح يتفاجأ. هل هذا ضربة بخير؟ ضربة بخير دخلت العملية. ماذا فعل هذا؟ ضربة جزاء. جاب لا 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 الحكم ما نعطيلوش ضربة جزاء يا نور الدين، لأنه ما فيش ضربة جزاء. فعلا فعلا لأنه كان بإمكانه يواصل، هو رجع للمدافع حب يزيد يراوغ، شوف هنا حب يزيد يراوغ المدافع، ما فيش ضربة جزاء لأن المدافع عريب يلعب الكرة. جاب الخير مرة أخرى، يفوت فرصة أخرى لفريق مولودية العاصمة لأخطأ كثيرة يا سعود على مستوى دفاع فريق اتحاد العاصمة. كنت نقول نور الدين عبد الوهاب راهو يحذر فيكم، يقول بأنه راهو يقول بأنه الشوط الثاني يكون فيه أمر آخر. نعم لكن مراد تراجع في الأخير وقال لي عن بعد أنه المفاجأة من الطرفين، حب يقول أنه فيه مقابلة.